خلونا قبل ما نبتدي الفيديو نعمل لايك لتعم الفائدة وليوصل لأكبر عدد ممكن، وشكرا للمتابعين. تيوب ستاند ديزاين، تصميم أنبوب أي كوع قائم. تبين الصور الأنبوب القائم أي الكوع المطلوب رسمه. نرى الأنبوب القائم بشكل ثلاثي مع نهاياته المثقبة للتثبيت على برنامج SolidWorks. نختار المستوي Front Plane ونرسم خطين منقطين متعامدان انطلاقا من مبدأ الأحداثيات. نحدد طول الخط الأفقي 150 ملم. نرسم من نهايته دائرة بقطر 40 ملم. نرسم من مركز الدائرة السابقة دائرة بقطر 60 ملم. يتشكل لدينا حلقة تمثل بروفايل الأنبوب. من فيتشر نختار باص وريفولفت. ضمن Axis of Revelation نختار المحور المنقط ونحدد الزاوية 90 درجة. يتم تدوير البروفايل السابق أي الحلقة حول المحور ربع دورة أي 90 درجة. لرسم نهاية الأنبوب المثقبة نختار أحد السطوح. نرسم دائرة بقطر 65 ملم. ونجعل مركزها ينطبق مع مركز دوائر الحلقة أي محور الأنبوب. نختار Convert ونحدد الدائرة الصغرى للحلقة. من Features نختار Extruded Boss بقيمة 4 ملم. نختار سطح الحلقة الجديدة ونرسم دائرة منقطة بقطر. نرسم على محيطها دائرة بقطر 4 ملم تشكل الثقب المطلوب. نحدد قطر الدائرة المنقطة 57.5 ملم. نختار Circular Sketch Pattern وذلك لتكرار دائرة الثقب على الدائرة المنقطة. نحدد نقطة مركز الدوائر والتي سيتم تشكيل المصفوفة حولها ودائرة الثقب العنصر المراد تكراره والعدد 8. من Features نختار Extruded Cut بقيمة 4 ملم. ونكرر العملية السابقة على السطح الآخر.
ونحصل على الأنبوب المطلوب. يمكن تعريف مادة الأنبوب. نختار Edit Material. ولتكن بلاستيك. ونختار أحد أنواعه وليكن PVP. ومحدد اللون حسب المطلوب. نتمنى أن يكون الفيديو قد حقق الفائدة المطلوبة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكرا.